ناخد مقادير المكشكشه. ايه رايك؟ انا نفسي في مقادير المكشكشه دي. بلاش شوف المكشكشه دي ايه. المكشكشه دي عجينه جلاش ومهلبيه قمر الدين. قمر الدين بندوبه مع نشا وحليب وسكر وفانيليا، بيطلع معانا في الاخر مهلبيه قمر الدين بالشكل ده كده، ومعانا سمنه وعجينه جلاش وشويه افتكاسه كده، يعني نعمل حلو جديد. والمقادير على الشاشه. المكشكشه بقمر الدين وحقوق الطبع لدينا وبس. عجينه جلاش يعني هيطلع في النهايه جلاش المفروض. هو في الاخر هيبقى جلاش بس هيبقى واخد شكل الكشكشه. جلاش جلاش مكشكش. اه جلاش مكشكش. قول لي جلاش مكشكش. طب اقول لك كشكش. شفت الكشكشه ليه سموها كشكشه؟ انت بتكشكشها بايديك. اه طب أيوة نشوف الكشكشه دي. طب احنا ممكن نكشكش ولا ما ينفعش نكشكش؟ طب اهي كشكش اهو سهله جدا يعني. طب طب ايه كشكش اهو. ايه المشكله يعني ما نكشكش؟ عرفت ليه سموها مكشكشه؟ اهو انت بتكشكشها. بص هي ورقه اهي كده. بص عليا تمسك كده الحرف ده. بص اهو برضه بس فاروق بايدك اهي. بص ايه ده؟ لازم تنزل كده اهي. طب وده كمان كده تمام؟ كده تمام؟ كده تمام؟ فاروق اللي هيقول لك تمام؟ انا هعمل كده تمام خلاص احط. ماشي احطها حلوه في تمام تمام هاكلها انا الحته دي انا هاكلها اوكي؟ طيب انا عايز اشيل البتاع دي. طلعنا فاصل مع الكشكشه. طيب طلعنا فاصل. طلعنا فاصل الاول؟ طلعنا فاصل. لا طلعنا انت بقى. انا طلعت الفاصل الاولاني. طب نحط السمنه على الكشكشه؟ طبعا لازم نسقيها. كان في جمله شهيره كده يقول لك كشكشه بس اسقيها سمنه. اسقيها سمنه كده والشربات ده في الاخر خالص. ايوه الشربات دي ما تطلع من الفرن. تطلع من الفرن. السمنه تتحط على الوش كده. عرفت ليه سموها كشكشه؟ عشان انت اصلا بتكشكش العجينه كده. طبقات طبقات وهتطلع تلاقيها مورقه وتحت منها قمر الدين. غريب قوي يعني. يا قمر الدين. ممكن نسميها مثلا ستاير مثلا. ستاير دي الكشكشه دي اسمها. ستاير دي في البلد مش كده. كشكشه. طب وبمناسبه الاكل انت سافرت كتير انا بعرف حضرتك قعدت فتره في الخليج. انا سافرت في الخليج فتره. هل انت حبيت الاكل الخليجي؟ طبعا له مذاق خاص. انا تركيبه التوابل بتاعته ماتيريال حاجات كده. ايه الموقف اللي حصل معاك؟ انا بالنسبه لي الاكل الخليجي انا بحب الاكل الشرقي وبحب الاكل الخليجي وبحب الاكل اللي هو الشامي. حلو. الخليجي بقى كان في قصه وحوار كده لما الواحد سافر السعوديه. السعوديه يعني اهل كرم جدا وخصوصا في الجنوب. طبعا. هو طبعا. اي جنوب اي منطقه في الجنوب في اي دوله بتبقى فيها اهلها فيهم كرم زياده. كل اهل السعوديه ناس كرماء. والجنوب تحديدا كمان بيبقى فيه نسبه عاليه قوي من الكرم عندهم. وفي الكشكشه. اللهم صل على النبي. الله 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 الله. ما شاء الله مكانها هنا. ما شاء الله شكلها تحفه. شكلها تحفه. ايه رايك في الكشكشه؟ شفتوا الكشكشه يا جماعه اللي احنا عملناها؟ عايزك حاسس حضرتك ما تاخدش وقت كتير في الفرن. اعمل لي حاجه لطيفه كده. دي قرفه وسكر بودر. قرفه طبعا. ليه بقى؟ انا مش عايز احط شربات لان قمر الدين بطبيعته هو قمر مسكر اصلا مسكر. وفي فانا عايز شويه السكر بودر كده برسمه حضرتك كده وشويه القرفه النعناع. انا استاذ يلا بس ما تطيرش السكر بره. اي خليك فكرتني بس فكرتني باسماعيل ياسين في الفطاطري. ايوه